دابا تنسمعك بشدة، راه كان هذاك الكونيكسيون اللي كان خسر لينا الضواصة. أيه مرحبا بك سيدي، شنو سميتك؟ حميد دوش. مزيان حميد دوش، هذه كنية ولا سمية؟ تشرفينا السي حميد دوش. عين جبد واحد السيلو ديالي تاهي انا، رجعتي بلاصتك. عين حميد دوش، شحال في عمرك السي حميد دوش؟ شحال في عمرك؟ بينا با 47 سنة. انت منين في المغرب يا حميد دوش؟ تقليم وعمل في ليبيا، وعشت تقريبا في العربية واحد 12 عام. أيوة من بعد 12 عام تحولت لصاحب مطعم عامي. أها من بعد عامي هاجرت لإيطاليا. ودابا راك في فرنسا ولا في إيطاليا؟ دابا أنا في فرنسا. راك فرنسا بإقامة يعني قانونية ولا إقامة نوار؟ قانوني لا فرنسا لا إيطاليا. عندك جنسية ولا إقامة؟ عندي إقامة إيطالية ديال السيجور، وعندي إقامة ديال فرنسا ديال 10 سنين. هاكا. إذا بلا إذا مدينة فرنسا فين تسكن؟ غرونوبل. غرونوبل. ترانزويت. انت مزوج؟ هذه عصب القماس حكيها ليا، بغيت نجاوب واحد السيد صيفط ليا واحد الميساج وهاني معاك، خليك معايا على الخط رشدي. تا انا الجواب غنعطيه لك بالطريطات، كل نهار نعطيك كلمه، نهار تكمل الطريطات ديال الاشتراك نكمل لك انايا الطريطات ديال الجوابات. ديتي ما تعاود سي حميد دوش. عاود لينا ياك الميكروفون. ايوا شحال كان في عمرك فاش جيتي صغير؟ جيت 16 عام. و 16 عام راه مينور ولكن ماشي صغير. زيد المهم اميره حبيبه هو يزيد. جيت خدمت عافاك بالقاضي، خدام صيفطي ورقاتي. نهار مات الحسن الثاني الله يرحمه كنت خدام انا في الشركه تنصاوب تندير داكشي ديال البني، ما عرفتش كيفاش هزاتني انا، هزاتني بحال هزاتني شي قنبوله شد الطياره جيت. لا قنبوله جيت شي ديال الرباط. شدتي فيه؟ واخا اللي انا كاين في الطياره نظار شي ندير الرباط. شدتي في الرباط؟ حضرت ديريكتومون الجنازه ديال الحسن الثاني الله يرحمه. دابا بغيت انا نسولك واحد السؤال اخويا، انت راه عرفتي شنو راه، انت راه في نوستالجيا دابا، عديتي راه نوستالجيا دابا. انت جاب الحسن الثاني الله يوليه برحمه الله والعزاء ديالو الزواج والطلاق. ولخص لخص شوف اخويا لخص واحد شي يكون ما عرفتش هو فرنسا شحال. سمع سمع سمع، انا راه عارفاكم نتوما اللي عايشين برا مع الوحدانيه، ما كتلقاو على من تقياو ملي كتلاقاو بحال هاد البرامج كتبغيو تقياو فيهم شويه. عصمت ليا نقول لك لا لا نجيك من الاخر، قلبتي عليا انت دابا. مشيت معاه للدار. عاود ليا منين تزوجتي وبداو المشاكل، علاش نايضي المشاكل؟ شنو عندك مع المراه؟ تزوجت بنته، تزوجت بنته، تزوجت بنته. اييه. كانت هي مطلقه. اييه. وانت عزري. ميم با ما عرفتش 20 يوم جدا للدار. دابا شوف دابا اسمعني، انت عزري وهي مطلقة عشية وديتيها مصاحب مع المدير مع القنصل، مصاحب مع القنصل هذا. زيد زيد ما كايناش 20 يوم جدا للطالب. صافي انت راك واعر. شحال ريحات معايا؟ ريحات معايا عندك من لوكاتر بنت 19 حتى 2007. طولات معاك طولات معاك زيد. صبرات كافحات دابا هادي راهي اللي طلقات راه شاده حسن سير وسلوك. حسن ملي ولدات عادت قالت لك انا خصني انا نخدم هاديك لا ماشي مشكل هادي. اييه كنت فين ما تخلصت ناخذ لا كورنيت خاتم هادي العايده ماشي مشكل.
صوب لا كومونتا الخو هذا هو جا ماشي موجه دخل ديال الشركه عندي عاد تيتحكم في الخدامه ديالي الخدامه ديالي قلت له حنا الدوش حنا راه خدامين معاك ما خدامينش مع هذا بنادم اللي ما عندوش لا اداب لا والو زعما مع راسك فوالا اييه صافي دونك حنا ضاربين ضاربين غادي غادي حتى 2007 مشات هي قالت لك انا بغا نخدم على راسي انا كثير خدمي صافي حنا دعاتني هاد لي جوندارم بدي شي حد عافية اليوم نزير الله في الفيلاج جيت ساكن دابا الفيلاج جيت ساكن انا قريت معاهم عيط عليا داك لاجيدان لاجيدان ديال الفيلاج كيعرف القنصل زيد اخويا انا قاري مع ولدو اللي حميتوش قال لي هذيك بنت عمك اللي عندها نفس الكمية واصيني قال لي الا بغات تصيفطك تحبس يلا صافي دوماج مش كنت ولدي انا واخا هي انت الدعوة انا ما عرفتش نقدمها حالك وفك معاه الجرعة صافي انا جا الله نتكلم بالجامع وداك الشيء حتى على الامام صاحبي الحاج عبد الله اللي بنداني من داربي جا وعيط عليه غادي قلت له شنو واش هادشي كامل طرا في الطاليان نفس العروبية عندكم؟ لا دابا هاد الجندرم عاش كدوي في الطاليان ياك اه في الطاليان وهاد الفقيه في الطاليان حتى هو الطاليان خصو يبدلوا ليها السميه الطاليان راه ديني تا خصو يبدلوا ليها السميه هادي راه ولات بلاد حدو مبقاش طاليان زيد ما علينا انا خدمت في السياسه ديالي وقلت لها انا نعطيك واحد 5000 اورو انا غنجاوبو زيد غريسيها طمعتيها جريتي ليها الشحيمة شداتها ثلاث الوريقة قلتلكم ولي تحدو زيد سيدون سالينا المساجد مشيت انا المغرب تلاقيت مع جدة في الحد الخليقة مع جدة على هادي مازال جدة عايش كيطولو هادو ولاد الحد ولا كيطولو زيد تلاقيت مع جدة الله يرحمها مسكين في الحد الخليقة انا صراحة شتو بعيني ولكن درت راني ما شتيش دسي راك ما شتيش الله يسمح ليك زيد واش بني كتاب قال لي حيدوش قال لي جدودك ووالديك ما كانش بحالك قال لي علاش ما تكلم عليا انا قال لي راه شتيك شتيني ودريت قلت لي لا عمي الحاج راه ولخص يا حميد دوش راه ما كتهضرش مع بنت اختك راه برنامج هذا لخص اخويا ولخص راني ماشي بنت اختك لخص اخويا راه مساليش لك هنايا والمهم دابا المشكل اللي حاصل فيا انا دابا قولي فاش حاصل جد خالك ها حتى هي في جتيها جتيها الطاليانو قلت لكم صاحب مع القنصل شوفوا الدراري المقيمين في ايطاليا اللي بغى يتزوج يطلع مرتو يعيط لي نعطيه نمره تحميد الدوش زيد كمل اخويا ها كمل ليا تزوجت خالته انا دوك نسيتي الاولى واش انت تزوجتي خالتها يعني تزوجتي على مرتك وربها اللي عطاها ليا قال لي زوج مرا خالتها اييه انا خصني نحضر من خويلتي كيجيو عندي بزاف الدار والله عباد الله حميديش طلق بنتي وخد اختي وانا ما واخدت زفت عنده نقص فيتامين ديال الرجوله زيد اخويا زيد الهرمونات نقص عنده زيد اخويا ثاني تجيبو الثاني وحده اخرى حتى هي من الدوار ومطلق انت دابا مطلق هذوك الجوجات الاول ولا ما طلقتيهمش كلشي مطلق دابا ما كاين عاد طلق زوج الحاج متولي زيد الجوج الثاني الثالثه هذا زوج كيضوبي زيد الله زيد الله كاغي ديال الزواج خطي حالة مدنية هزو كيضوبي الثالثه ديال الطاليان كلشي غادي تايو شحال ديال الدراري عندك في المجموع في الطوطال الحامليه شحال فيها الطوطال المره الاولى عندها واحد والمره الثالثه عندها جوج هي ثلاثه زيد ايوا اصلا جينا نجيو لطاليان المهم خدام غادي يبيع شي
مازال ما وصلناش للهدف. لا تاخذ المره الثالثه جات ثلاثة هي خذها. اه جيب وجدان ونفتي. اييه وريحنا ردت عليه ل 2019. دابا شنو هو المشكل؟ كلشي غادي مزيان. دابا شنو هو المشكل؟ المشكل جينا المره الثالثه جات هنا لفرنسا. اه خدمت كل شيء المساكين جاي له على الجنايل وتسمية ولا الجنايل 400. اييه غادي كل شيء الامور بخير. انا كنت نشد 4 الجنايل في الشهر غادي صافي. انا طمعت غازيد. انا صافي طمعت راه طمعت غازيد غسر الله كي طمع يدرو زيد غادي ندي خير. اييه السيده خدمه 4 مليون. اييه الخدمه عطاني لانتريت ديالي اوي. اه دابا كنشد لانتريت الريفيرم زيد فوالا عطاني لانتريت اوي شدي تقريبا واحد الجنايه ولا هادي صافي طمعت غازي كمل السمير باس باس هي خدامه قالت لك انا علاش انا خدامه والتمره ديال الدار والله ما نمشي غالي دابا راه مشات هادي شهرين دابا انت باغي تطلقها عاوتاني ياك؟ راه هي اللي مشات دابا راه خلات ليا الدار خاوي انا. دابا انت باغي تطلقها دابا دابا شاش معيط ليا ياك؟ ايوا سونطاج هي باغي وباغي تطلقها في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في المغرب؟ فين باغي تطلقها هادي؟ هي مشات دابا لايطاليا. انت فين غادعيها؟ ما غنديها بجميع المحاكم. صافي غدا عيط ليا شوف فاش غنقطع معاك الخطه صيفط لي ميساج قول لي انا حميد دوش اه غنصيفط لك حميد دوش غصيفط لي فلوس الاستشاره باش نعطيك الاستشاره صافي يلا صيفط لي حميد دوش قول لي انا حميد دوش في الواتساب يلا صيفط لي في الواتساب يلا.